نرحب بفاكهه الكره المصريه الكابتن علي ابو جريش. حبيبي حبيبي مساء الفل عليك يا ابو كباتن. كفر ابيض. اهلا اهلا، ازيك يا حميد؟ كل سنه وحضرتك طيب، وببقى يعني سعيد جدا جدا لما بسمع صوت حضرتك، ودايما منورنا كده ومشرفنا. الله يكرمك يا حميد وسلمني على طبعا استاذ ممدوح فهمي. استاذ ممدوح سلم لي عليه طبعا. كابتن ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. اهلا بيكم. اهلا بيك يا ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. اكيد يعني مش هيفوتنا ان احنا نعرف راي حضرتك في اللي بيحصل في الشارع الرياضي المصري تحديدا. ايه اللي بيحصل في الشارع الرياضي المصري؟ الخروج 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 من افريقيا. خروج من افريقيا يعني شايفه طبيعي، لان احنا ما قدمناش في الاربع ماتشات، ان احنا ما ركبناش ولا ماتش في الاربع، يعني ما كناش احنا الافضل في الاربع ماتشات. فبس يعني ده وضع كده. انا شايف ان برضو الاعداد كان مش كفايه، الاعداد كان ضعيف جدا، واللعيبه انضمت متاخر وكده. يعني كان شايف ما كانش فيه الانسجام اللي مطلوب، ما كانش فيه اللياقه المطلوبه. عايز تكسب ازاي؟ يعني عايز تكسب ازاي وانت اصلا ما عندكش لا ولا عندك بدائل على مستوى عالي، عندك مشاكل في مكان راس حربه. ده اهم مركز في النهارده اللي بيترجم كل السيطره، والكره دايما بتبقى عند مكان راس الحربه. فانت ما عندكش لغايه دلوقتي حد تقدر تقول عليه هو ده الاساسي بتاع راس الحرب، مع كل تقدير اللعيبه اللي موجوده. لكن طبعا ما عندكش ده، وده من المراكز المهمه جدا يا بيدو. اكيد بس اكيد فانت عندك مشاكل. عندك مشاكل زياده على ان انت برضه، انا شايف ان في لعيبه ما كانتش جاهزه قوي، اعدادك ما كانش قوي قوي، يعني في بعض اللعيبه برضه بعيد عن المستوى الدولي، يعني ما تقدرش تقول بس فما يعني انت شفت الفرق عامله ازاي؟ انت شفت الفرق، ما عادش في فرق في افريقيا ضعيفه، ما عادش في فرق في افريقيا ما لهاش مخالب. انت شوف مدغشقر بيلعب النهارده دول، يعني الاربعه، شفت كل الفرق اللي احنا بنقول عليها صغيره وتاكده كلها لعبت وادت، ولعبت بشكل يعني مفرح، يعني وادت بشكل كويس. بالظبط. فمفيش ماتشات ضعيفه في افريقيا دلوقتي. يعني بالنسبه لحضرتك ما كانش مفاجاه ان احنا نخرج؟ لا لا لا، انا مع الاداء. لا انا كل مره اقول الاداء هيتحسن، الاداء هيبقى افضل، اللعيبه عدت المرحله الاولى، فان شاء الله الناحيه البدنيه تبقى كملت شويه مع الماتشات الثلاثه اللي اتلعبت كل مادة. فطبعا لقينا طبعا، رغم انه برضو يعني طبعا الاخطاء الفنيه، طبعا في اخطاء طبعا كثيره في يعني في الاختيار طبعا. لو الدليل ان هو لما اتزنق ما لقاش اللي هو عايزه، طب ما انت في لعيبه ما خدتهاش. اخطاء في المباراه نفسها طبعا. اما انا لقيت نفسي انا فاضل اربع دقايق والشوط يخلص الشوط الثاني، طب ما انت في ملعبك ما تاخد نص ساعه، انت جذبت في وقت لا يحتمل المجازفه. بالظبط. طلعت ولعبت وليد سليمان وطلعت النني وسبت فتحت نص الملعب كله في الوقت اللي انت كنت محتاج حد كمان ده، واحنا كاملين في نص الملعب كانوا هم المتسيدين. فالنهارده انت ليه تجازف بدري كده؟ انت عندك نص ساعه تلعبها بعد كده، وحتى لو هو الفرقه راكبه الماتش انت ممكن توصل لضربات جزاء زي ما حصل النهارده مع الجزائر، وحصل قبل كده مع تونس وغانا. ما غانا كان راكب الماتش، لكن تونس نجح تكتيكيا ان هو يوصل الماتش ضربات جزاء. مش عيب ان انا اوصل الماتش ضربات جزاء او اخد نص ساعه مستعجل على ايه؟ وهو الفرقه اللي قدامك كانت واقفه دفاع منطقه عشان تزود الهجوم، يعني كانوا واقفين متمركزين قدام جونهم. لا ما خد النص ساعه ضيع كده ولم الامور، لان هم في المساحات الواسعه هم احسن، وانت فاضت لهم المساحات. لو انت لميت الامور دي ولعبت حد في نص الملعب تاني، حتى لو طلع النني وطلع ممكن يساعد مع طارق حامد. لا ما ينفعش عرض الملعب ده كله يلموا لعيب واحد بيدافع بيده. اكيد يا كابتن. لا لا، خطا قاتل طبعا، يعني تغيير في وقت غير مناسب ومجازفه مش مطلوبه ومش وقتها. يعني انت فتحت الملعب كله عليك في اخر خمس دقائق، طب ما تقفل وتاخد نص ساعه. بالظبط بالظبط. كلنا كنا بنتكلم في التغييره دي، وكان باين من اول الماتشات يا كابتن علي ان تغييرات فيها علامات استفهام كبيره جدا، من اول ما طلع تريزيجيه وصلاح ودخل صلاح في العمق، يعني كان باين ان في لخبطه. لكن يا كابتن علي بخبرتك الكبيره جدا، واكيد راي حضرتك مهم جدا للمشاهدين، هل هي مشاكل فنيه بس ولا مشاكل اداريه كانت تمثلت في اختيار؟ لا انا ماليش، بص انا عمري ما اخش في المشاكل الاداريه دي، مش بتاعتي. اوكي. انا راجل بتكلم في مشاكل فنيه او لكن المشاكل التانية دي بقى اللي راه وكده دي مش يعني. لا انا قصدي في اختيار المدير الفني يا كابتن. ما عنديش معلومه اكيده
وما عنديش اي حاجه اقدر اقولها واجزم بيها. لا انا بتكلم في اللي انا شفته من الناحيه الفنيه. انا قصدي المعايير في اختيار المدير الفني اللي دايما بنقع فيها. ما برضه ما يعني ما اعرفش، انا ما اعرفش الظروف ايه، لان هو كان بادئ كويس زميله، وكان بادئ كويس وكان بيختار عناصر صغيره في السن، اذا كان عنده استراتيجي معين. والاستاذ عبد المنعم طبعا يعني معايا وكان ما واخد لعيبه صغيره في السن، قلنا ماشي ده كويس على اعتبار ان هو كان واخد اربعه او خمسه من المنتخب الاولمبي. وبعدين بدل الكلام ده في الاخر وبدا اجيب لعيبه مع كل تقديري ليهم فوق السن، قال لي يبقى انت غيرت الاستراتيجي بتاعك، انت كنت عامل وكان قلنا خطوه كويسه، وبعدين جبت لعيبات لعيبه فوق 30. فمش عارف هل حد اثر عليك؟ هل في حد يعني ما اعرفش. فانا ما عنديش الاجابه الصحيحه عشان اقدر اقول، لكن اللي انا شفته انا بتكلم عليه. اكيد اكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا نجم الكره المصريه وفاكهه الكره المصريه ونجم الاسماعيلي السابق كابتن علي ابو جريشه، دايما منورنا ومشرفنا وحاجه يعني نجم كبير. لا طبعا تتكلم.